السلام عليكم. سلام. والله نظارتي حلوه عليك ما شاء الله عليك. باب الحث على صلاه شو اسمه على صلاه تحيه المسجد ركعتين وكره الجلوس قبل ان يصلي ركعتين في اي وقت دخل سوء صلاه في اي وقت دخل سوء صلاه ركعتين بنيه التحيه او فريضه او سنه رتبها وغيرها. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي وهو في المسجد فقال صل ركعتين. متفق عليه. جزاكم الله خير. جزاك الله خير ما شاء الله. استغفر الله. جزاك الله خير. هديه باليمين لا اكسر يسارك. ها؟ باليمين. دقيقه ما تاخذ سنه.